والله جايين تقريبا الامس بالليل على التذاكر، بس هم قالوا يحلوا المشكل بعد 2 ساعة ولا 3 ساعة، لان الخطوط نحن تايقين فيها تجيبنا تذاكر ان شاء الله رايحين لقطر. نشجع الاسود وراح ان شاء الله نجيبوا كأس العالم ان شاء الله. جيت ناخذ البيه ديال بالنسبه للماتش ديال غدا، ناخذو لقطر ومن الوحده، وحنا كنتسناو هنا ما كاين حتى شي حاجه. دابا فوضى لداخل وداك الشيء ما لقيناش.